صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول البعض إنه كما صلحت معجزة إحياء الأموات للنبي عيسى عليه السلام فإنها تجوز أن تقع على الأولياء، وهذا من قولهم أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي فإنه يجوز أن يكون كرامة لولي، فما صحة هذا القول؟ هذا كلام باطل. معجزة الأنبياء لا يشاركهم فيها غيرهم، لا يشاركهم فيها غيرهم، وإلا لم يكن هناك فرق بين الأنبياء وغيرهم، كان كل يقول أنه يصير نبي. لا، معجزات الأنبياء لا يشاركهم فيها غيرهم. كرامات الأولياء هي معجزات للأنبياء، لأن الأولياء ما حصلوا عليها إلا باتباع الأنبياء، فهي معجزات للأنبياء وليست معجزات للأولياء، معجزات للأنبياء لأنهم ما حصلوا عليها إلا باتباع الأنبياء. نعم.